مش ما اشتغلش ساعتين على بعض، وانا طبعا زي ما انت شايف ان انا كل شغلي على الكهرباء، فده بيأثر عليا في موضوع الشغل وموضوع الزباين وبيعمل لي مشاكل في شغلي. ايام محمد مرسي كان ممكن الكلام ده يتم ساعه في اليوم، كل يومين ساعه، انما بالنسبه اللي احنا فيه دلوقتي اربع مرات خمس مرات، كل مره ما تقلش عن ساعه، ساعه ونص، ساعتين، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه يوم مخصص لنفسي ثلاث ساعات الكهرباء بتقطع، يعني في يوم خمس ست مرات، فده يعني ما بديش وقتنا، انا مش عارف اذاكر خالص، ولا حتى بروح المدرسه مش عارف، المذاكره زي الزفت، كل حاجه عندي زي الزفت في المدرسه. وبالنسبه لاي حاجه تانية يعني احنا بنطلع بره طول النهار، ببقى بره ما بعرفش اعمل حاجه عشان خاطر انقطاع الكهرباء، فانا مش عارف اعمل ايه بسبب الموضوع ده.